هذا الانطلاقة هذا الشوط استعدادات الانطلاقة فتحت البوابات واندفعت الجهاد والأفراس المنتجة محليا عمر 5 و4 سنوات في شوطنا الثاني في جزئه الثاني في الحفل السادس على بركة الله تعالى والتقدم الآن للمرأة الآن ومن الخارج ناريم الآن تأتي للإسطبل الأبيض لأبناء ملك عبد الله بن عبد العزيز مع محاولات لدانة الخير الآن في هذه اللحظة ومن الخارج بنت نومرس الآن في محاولة أيضا للخطف المركز الثاني في هذه اللحظات ولا زالت ناريمة في المركز الأول تأتي الآن في المركز الأول ناريمة المركز الثاني للمرأة المركز الثالث لبنت الباتول والرابع لبنت نومرس والخامس لدانة الخير واتباع عن الجياد المتنافسة في هذا الشوط تشتد المنافسة والتقدم في هذه اللحظات لبنت الباتول مع مهدي الحبيل بنت الباتول يا ابن أبريكان سلطان البقومي تتقدم في هذه اللحظات وتراجع لناريمة ومحاولات أيضا لبنت نومرس الآن للدخول في هذه اللحظات مع تقدم أيضا أشاهده لخطاب المدينة في محاولة مع المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظة المحاولات تأتي التنافس على شدة والمحاولة في هذه اللحظات كما تشاهدون لبنت الباتول للحفاظ على المركز الأول مع المنعطف الأخير وبداية الخط المستقيم بنت الباتول تحاول خطاب المدينة من الخارج الآن يأتي خطاب المدينة ابن موفق الآن يأتي بكل قوة خطاب المدينة وبنت الباتول تحافظ بنت الباتول تحافظ خطاب المدينة بنت الباتول للمركز الأول خطاب المدينة للمركز الثاني والمركز الثالث لرقم 3 المرأة